الناس كيطرحوا على نفسهم واللي كيجيهم لبالهم هي كيفاش غنتعايشوا من بعد هذا الحجر الصحي. يعني فين فين المسؤولين غيقول لنا صافي تقدروا تخرجوا تمشيوا للعمل ديالكم، تمشيوا لقرايتكم، تقدروا تخرجوا؟ داكشي غيكون تدريجيا. النصيحه اللي غنقول اي واحد فيكم عافاكو، يعني مني وكل شيء، يعني كل واحد خصنا نتبعوا المسؤولين شنو غيقولوا، كيفاش هذا الحجر الصحي غيوقف غيوقف تدريجيا. خصنا نتبعوا يعني كل حاجه يقولوها. علاش؟ حيت الصحه ديال بلادنا هي اول حاجه اللي هي مهمه، وصحتنا وصحه الناس اللي عزاز علينا وصحه العالم ككل. هذه من جهه. يعني من بعد الحجر الصحي بزاف الحوايج غيتبدلوا. خصنا نردوا بالنا بان خصنا ما نتقربوش من بعضياتنا. تصوروا معايا، ها انتم مشيتوا دابا للخدمه ديالكم، تلاقيتوا مع الاصدقاء مولفين، تسالموا ما خصكمش تسالموا. يعني راه حاجه اللي هي بزاف الحوايج اللي خصنا نتعلموا نتاقلموا معاها، راه غتجينا صعيبه باسكو الانسان في حد ذاته محتاج يعني يتسالم، نقول يعني الاصدقاء ديالنا، الناس اللي عزاز علينا، يعني بزاف الحوايج اللي كنحسوا بواحد الفراغ، واحد الفراغ عاطفي لاي واحد منا كيعاني منه. ولكن الحمد لله ربي عطينا القوه باش نواجهوا هذا الامتحان. حاجه اخرى اللي هي مهمه واللي ما كنردوش البال، يعني خصنا نعرفوا بان هذاك الماسك مهم. عفاك، وراه كنشوف بعض المرات بعض الناس الله يهديهم يعني ما كيديروش، كيديروا حدا عنقهم ولا كيديروهم يعني حدا في جنبهم ولا هازينهم في يديهم. ماشي معقول، راه الاولويه هي صحه بلادنا. يعني المسؤولين كيديروا بزاف المجهودات يعني في كل ميادين، الاطباء يعني الشرطه بزاف بزاف بزاف. دوك على الاقل خصنا نحافظوا على صحه الاخرين. انا كنقول الاخرين حيت نقدروا الفيروس الميكروب يقدر يكون عند الانسان ويكون ما بين عليه والو، دوك ما خصناش نضروا الاخر، ما ناخذوش الذنوب ديال الاخر. دوك نديروا الماسك، ما نسالموش، نردوا بالنا ونمشيو لخدمتنا ولا نمشيو لقرايتنا. يعني الحياه ديال شحال هادي ديال شهر جوج راه ما ترجعش، يعني ما ترجعش دابا بعدا، غترجع ان شاء الله احسن. ولكن في هذا الوقت هذا يعني خصنا نمشيو بشويه بشويه باش نرجعوا لحياتنا العاديه. انا عارفه بان صعيب، يعني حتى انا شخصيا جربتها، صعيب باش تشوف الناس كلهم بالماسك. يعني راه الناس اللي فيزويل اللي كنقولوا بان مهم عندهم يعني الشوف، يعني كيخصهم يشوفوا الناس، يشوفوا يعني بحال انا كنمثال بحال انا كطبيبه كنمشي للعياده، كنمشي يعني بزاف الاماكن يعني ديال الخدمه بيان سور، كنشوف الناس بلي ماسك. يعني كانسان راه صعيب علينا الحال. الاطفال خلاص حيت ما مولفين شحال، علاش مولفين؟ نضحكوا في وجه الاخر، نشوفوا يعني كيجي ديك الماسك كنشوفوا غير العينين، كيجينا شويه في شكل. كاين بعض الناس اللي كيحسوا بالضيقه، كيحسوا براسهم مخنوقين، بزاف الحوايج اللي تقدر تاثر يعني على النفسيه ديالنا. خصنا نعطيو الاولويه. يعني انا نقول لكم امشي بعيد، يعني واخا بالماسك نضحك، راه الضحكه كتبان واخا تحت الماسك حيت كتبان في العينين. نشوف في الاخر، نقول السلام عليكم. انت اللي كنشوف بان الناس اذا غداروا الماسك سكتوا، لا واخا الماسك نقول السلام عليكم، كي دايرين لاباس عليكم. واخا نتلاقاو الناس يعني في الدروج، في اصدقاء في الشارع ديال الخدمه، ماشي غير الماسك الواحد الماسك صافي يعني بحال اللي سد فمو، لا راه حنا محتاجين نطلعوا المعنويات لبعضياتنا. دونك مهم جدا يعني نقسوا حياتنا الشخصيه المهنيه، المعامله، راه الدين ديالنا كيوصي عليها يعني دائما. راه الاسلام راه يعني دين المعامله، المعامله الحسنه. نضحكوا واخا تحت الماسك، راه كتبان، راه كتبان، كلشي كيبان. نهضروا مع بعضياتنا، ما نتقاربوش. علاش؟ باش نحافظوا على صحه بلادنا وان شاء الله الخير القدام، هكا باش نتفاداو اي احساس ديال الانعزال. حيت ما كاينش اصعب احساس في العالم كإحساس ديال الانعزال والوحدانيه. الله يصوب الجميع.